عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا ملكة المملكة الأردنية الهاشمية إلى مصر. وخلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة انتصار السيسي إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن الزيارة استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية، لا سيما برنامج تكافل الكرامة والمشروع القومي الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية ومبادرات الصحة العامة.